سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان. موعدنا يتجدد عبر الشرقية وعلى الهواء مباشرة، نأخذكم إلى أهم المتابعات الرياضية واللي نبدأها من معسكر المنتخب العراقي الذي انتهى، ومن خلاله أعلن أدفوكات القائمة المتكونة من 25 لاعب واللي راح تلاقي كوريا الجنوبية يوم 2/9. إذا اختار الهولندي ديك أدفوكات مدرب المنتخب العراقي 25 لاعب لقائمة مباراتي كوريا الجنوبية وإيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، وضمت قائمة الوطني لمباراة التصفيات التي ستلعب بداية الشهر المقبل كل من فهد طالب وأحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، أحمد إبراهيم علي فائز، سعد ناطق، ميتم جبار، كرار عامر، علي عدنان، ضغام إسماعيل، علاء مهاوي، فرانس بطرس لخط الدفاع، وأمجد عطوان، صفاء هادي، سجاد جاسم، بشار سنشيركو، كريم همام طارق، محمد قاسم، جستن ميرام، أمير العماري، إبراهيم بايش لخط الوسط. أما خط الهجوم فيتألف من علاء عبد الزهرة ومهند علي ميمي وأيمن حسين، وسيسافر وفد المنتخب العراقي السبت المقبل عبر طائرة خاصة إلى سيئول لملاقاة الفريق الكوري الجنوبي في الثاني من الشهر المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى. إذن كل التوفيق لبعثة أسود الرافدين اللي راح تغادر بإذن الله تعالى يوم السبت على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية الخاصة بتوجيه من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، واللي راح تقل البعثة العراقية إلى سيئول لملاقاة المنتخب الكوري الجنوبي. وبالتأكيد برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية راح يكون معاكم في تغطية لهذه المباراة التي نأمل فيها كل الخير للمنتخب العراقي. أيضا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن أن استاد خليفة الدولي سيكون مسرحا لمباراة العراق وإيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي هذا اليوم اعتماد استاد خليفة لاستضافة مباراتي المجموعة الأولى والثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. ستجمع مباراة المجموعة الثانية استراليا والصين يوم 2 أيلول المقبل، بينما ستجمع مباراة المجموعة الأولى العراق بإيران يوم 7 أيلول. وجاء في تقرير الاتحاد الآسيوي أنه في أعقاب تقييم الظروف الأمنية في العراق وسوريا، كذلك التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 في استراليا والصين، فتقرر أن تقام المباريات المقبلة للمنتخبات الأربعة على ملاعب محايدة، وذلك ضمن جهود الاتحاد الآسيوي لتوفير أفضل معايير السلامة والأمان. وكان الاتحاد الآسيوي قد وافق على طلب الاتحاد الكوري الجنوبي تغيير ترتيب مباراتي المجموعة الأولى بين كوريا الجنوبية ولبنان، بحيث تقام المباراة الأولى بين الفريقين يوم 7 أيلول في سيئول، قبل أن يستضيف لبنان المباراة الثانية بين الفريقين يوم 27 يناير 2022، كما تستضيف كوريا الجنوبية مباراة منتخبها أمام العراق في 2 أيلول المقبل. إذن كل الموفقية ونجاح للمنتخب الوطني العراقي في مباراتي أمام كوريا الجنوبية وأمام إيران. ظروف مهيئة للمنتخب العراقي أن يحقق نتائج إيجابية، معظم الفرق ما راح تلعب على أرضها بسبب الجائحة، استراليا لن تلعب على أرضها، الصين لن تلعب على أرضها، لبنان لن تلعب على أرضها، سوريا لن تلعب على أرضها. هذه نتائج ومعايير تخدم المنتخب الوطني العراقي. إن شاء الله نعدي مباراة كوريا الجنوبية بسلام
ومباراة إيران لكل حادث حديث، لأن الفريق العراقي الآن على أتم الجاهزية، والأيام القليلة المقبلة ستكشف ما يخبئه أدفوكات في أجندته. من المنتخب الوطني إلى المنتخب الأولمبي سادتي الأحبة، اللي يدخل معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الأولمبياد. المنتخب الأولمبي دخل الوحدات التدريبية خلال المعسكر اللي نظمته الهيئة التطبيعية، ومن خلاله أعلن المشرف العام على المنتخب الأولمبي الكابتن مهدي كريم عن مدى نجاح هذا المعسكر والأمور التصاعدية بالنسبة للاعبين. تعال لنتابع ماذا تحدث مهدي كريم لجمهور الكرة العراقية، نتابع. بخصوص المعسكر اللي موجود هنا في تركيا في أزمة، أكيد الأجواء مثالية، التحضير للبطولات القادمة إن شاء الله. يمكن صارنا ثلاثة أيام وحدتين تدريبية باليوم. نعم هناك إجهاد للاعبين، لكن تعرف هي فترة إعداد، يجب أن يكون هناك إجهاد أو انطاء التمرينات على يعني مستوى عالي. شيء جيد ان المدرب هذا المعسكر الثاني له، خضنا معسكر اول في كربلاء وهذا المعسكر الثاني في اسطنبول. ان شاء الله انه يكون تحضير مثالي للقادم. بعد يومين عندنا مبارتين مع منتخب ليبيا، ومن المؤمل ان تكون مباراه مع احد الانديه التركيه. تتامن ان شاء الله يوم 31 مباراه ثالثه، فإذا لعبنا ثلاث مباريات راح يكون شيء إيجابي بالنسبة لنا كفريق وككادر تدريبي. أتمنى أنه نكون موفقين، أيضا هذه للاعبين أنه أن يكون هناك تركيز عالي من اللاعبين بهذا المعسكر. راح أتكلم نقطة مهمة جدا، أنه راح يتم إبعاد أو استرجاع بعض اللاعبين بسبب أنه قدوم اللاعبين المحترفين، أنا ما أسميهم محترفين، لاعبين محترفين في المعسكر القادم الآخر في دبي. لكن هذا ليس إبعاد نهائي، فقط هناك اختبار للاعبين القادمين في المعسكر القادم. شكرا للكابتن مهدي كريم، ونقول له الحمد لله على سلامتك بعد شفائك من جائحة كورونا اللعينة. نتمنى الصحة والسلامة لكل نجومنا، وأيضا الموفقية للمنتخب الأولمبي العراقي في قادمة وفي المعسكرات المقبلة. سادتي الأحبة، إلى الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم، واللي راح يكرس إلى حدث مهم جدا، هو استعداد البصرة لاحتضان خليجي 25. الوفد الخليجي والخاص بالاتحاد الخليجي لكرة القدم اللي أنهى زيارته اللي استمرت لثلاثة أيام، هذا اليوم سنتحدث عن مجمل الزيارة، وسنتحدث عن الأمور اللي تم استحداثها، الانطباعات الإيجابية، هذه الأمور كلها سنتحدث بها مع ضيوف من دول الخليج العربي، وأيضا واحد من زملائنا الإعلاميين اللي راح ينضم معنا واللي كان حاضر أولا بأول في زيارة الوفد الخليجي. إذ أكدت التطبيعية اليوم الانطباع العام اللي دون الوفد الخليجي تحضيرا لاحتضان خليجي 25 في البصرة كان إيجابيا. نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل أكد أن زيارة الوفد اطلع من خلالها على الملعب الرئيس في البصرة وملاعب التدريبات وأيضا المستشفيات وملاعب التحكيم وفنادق كبار الضيوف وفنادق الرياضيين وأماكن البعثات الإعلامية والفنادق المقترحة. وأضاف أن الانطباع العام الذي دونه الوفد كان إيجابيا، وشمل الأعمال الجارية والتطور في المنشآت الرياضية المخصصة لاحتضان خليجي 25 في البصرة، ووجدنا أن لدى الوفد الرغبة الأكيدة بأن تقام البطولة في البصرة بموعدها المحدد. وأشار إلى أن الاجتماعات التي أقيمت ما بين التطبيعية والوفد أسهمت بشكل واسع في الوصول إلى قواسم مشتركة رافقها التفاهم الواضح من أعضاء وفد اتحاد كأس الخليج العربي بالطروحات والآراء اللي كانت محور النقاشات، مما أدى إلى أن تكون زيارة الوفد محطة مهمة في تنظيف البصرة لخليجي 25، واللي بالتأكيد ستكون واحدة من أفضل البطولات. هذه اللقطات سادتي الأحبة الزيارة اللي قام بها الوفد الخليجي، واللي تكونت هذه المرة من 12 شخصية مثلت الوفد الخليجي ومثلت كل اللجان داخل الاتحاد الخليجي. سنعرف الكثير في فقراتنا اللاحقة، الانطباعات اللي تركها هذا الوفد، وأكيد البصرة جاهزة
البصرة المعطاء، بصرة الخير، فاتح القلوب قبل الأذرع لكل الأشقاء في دول الخليج. إذن انتظرونا، وهذه التغطية المباشرة عن ملف خليجي 25. سنذهب هذه المرة إلى ضيفي الكريم من البصرة العزيزة الغالية، الزميل الإعلامي الرياضي أركان تقي، اللي انضم معانا عبر سكايب وعلى الهواء مباشرة للحديث عن الانطباعات اللي تركها الوفد الخليجي. أركان، مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية. مرحبا بك أستاذ محمد وبجميع كادر البرنامج وقناة الشرقية والمشاهدين الكرام. أرحب بيك، لأن انطلاقتك الأولى كانت عبر برنامج الشوط الثالث قبل 8 سنوات، وكانت انطلاقة لله الحمد الآن أركان تقي من بين الإعلاميين المميزين، فأنت ابن الشوط الثالث، مرحبا بك أركان. أتشرف بأنها كانت انطلاقة برفقة ومجموعة قنوات الشرقية وتحديدا برنامج الشوط الثالث أستاذ محمد، وأنا اليوم أمثل الإعلام الرياضي لمجموعة قنوات الكاس، ف شكرا لكل من دعم من الزميل محمد او من مجموعه قنوات الشرقيه. اهلا بك مره اهلا أخرى. بك زميلي العزيز المبدع، اتمنى لك الموفقيه والنجاح، وان شاء الله انا وانت سنتناقش في رحلتك اللي رافقت الوفد الخليجي، ستضعنا بالتاكيد في كل شارده ووارده. نذهب الى هذا التقرير اللي عد زيد السراج عن زياره الوفد الخليجي للاطلاع على المنشآت الرياضيه في البصره، نتابع. تواجد الوفد الخليجي في البصرة أمر يؤكد أن النسخة القادمة من البطولة لا زالت في متناول اليد ولم تذهب لأي دولة أخرى، أمر يفند أيضاً ما جاء من بعض وسائل الإعلام والتي حاولت أن تصطاد بالماء العكر وتحاول أن تنقل كلاماً لا يمت للحقيقة بأي صلة. وفد خليجي رفيع وكبير وصل إلى العراق لمتابعة ملف خليجي 25 والعمل الذي يقوم به العراق على صعيد المنشآت الرياضية والخدمية، والتي لم يتوقف العمل بها تحت إشراف حكومي من أعلى المستويات، أمر يدلل على أن هذه البطولة تكتسب أعلى درجات الأهمية من قبل المسؤولين العراقيين، وأن الجدية حاضرة في العمل والجميع يعمل من موقعه لإنجاح تنظيم بطولة كأس الخليج في البصرة. عمل جبار وتسابق مع الزمن من أجل إكمال كل شيء ضمن الموعد، لكي تكون البصرة عروس الخليج حاضرة لاحتضان الأشقاء. من بغداد للشوط الثالث زيد السراج. شكرا زيد على هذا التقرير. أعود لأحاور ضيفي الكريم الزميل العزيز أركان تقي المتواجد معنا من البصرة وعلى الهواء مباشرة. أركان، يا ريت تحدثنا عن الانطباعات اللي خرج بيها الوفد الخليجي، وهذه المرة كان وفدا رفيع المستوى ومتكون من 12 شخص عكس الزيارات السابقة اللي كانت تقتصر على 3 أو 4 أشخاص. خلينا بالصورة أركان. نعم أستاذ محمد، هي منذ الزيارة السابقة تقررت وبحسب الحكومة المحلية والحكومة المركزية وبدأ الصرف وبدأت تخصيصات مجلس الوزراء بأن القرار الرسمي البصرة تحتضن بطولة الخليج 25. بعيدا عن التصريحات الإعلامية لبعض وسائل الإعلام الخليجية، لبعض وسائل الإعلام، لشخصيات هي ضد يعني بصراحة الحكومة المحلية في البصرة أو ضد الحكومة المركزية الحالية، تحاول أن نيل من هذا الملف بهدف إسقاط هاتين الحكومتين إعلاميا قبيل هذه الأيام ومواعيد الانتخابات. باختصار يعني الزيارة يعني كانت متألفة كما ذكرت من 12 شخصية، وكان محور هذه الشخصيات السيد جاسم الرميحي نائب رئيس اللجنة من دولة قطر، ورئيس اللجنة حميد الشيباني. كان يعني هاتان الشخصيتان يعني من تخططان وتقومان بتغيير جداول الزيارات للمستشفيات الأهلية، للفنادق التي موجودة ضمن جدول احتضان المنتخبات أو الجماهير أو وسائل الإعلام، وتغير أيضا التواجد في الطرق المؤدية من المطار إلى المدينة الرياضية ومن المدينة الرياضية إلى فنادق الإقامة. فبالتالي وبشكل مختصر، حتى مساء الأمس كانت آخر خطوة للوفد الخليجي في ملعب النادي البحري الرياضي. نعم. هذا الملعب أستاذ محمد لم يكن ضمن جدول زيارات الوفد الخليجي، لكن السيد حميد الشيباني منذ الزيارة السابقة سأل الجانب العراقي
لديكم ملعب النادي البحري، نريد أن نرى هذا الملعب، على اعتبار من المحتمل بنسبة ولو 1% أنه يكون بديل لملعب الميناء وتجرى فيه الوحدات التدريبية سواء صباحية أو مسائية، لأنه مكتمل ويعني بقى فقط أسبوع أو 10 أيام ويتم افتتاح ملعب النادي البحري يعني جهود جبارة من قبل إدارة النادي. في حال تحسبا لأي طارئ، في حال عدم اكتمال ملعب نادي الميناء، طيب، تكون خلينا 25 في الملعب الدولي، في الملعب الثانوي ملعب النثيحة، ملعب الشهيد محمد مصبح، وملاعب التدريب في المدينة الرياضية، إضافة إلى يوم أمس ممكن أن يضاف ملعب النادي البحري إلى هذه الملاعب. نعم. نعم. أركان، يا ريت تحدثني، الوفد الخليجي هل لمس فعلا أن هناك تطورا أو تقدما ملحوظا في الملاحظات اللي تركها قبل 4 أشهر من جراء تجوالهم اطلاعهم؟ هم تركوا ملاحظات قبل 4 أشهر والآن عادوا لغرض الاطلاع ومدى تطبيق الملاحظات من قبل القائمين على ملف خليجي 25، هل يعني وجدوا تقدما تطورا أم هناك الملاحظات ما تزال قائمة؟ نعم، هي زيارة الأمس وملاحظات الأمس التي تركوها مفارقة كبيرة، ذكرتني بزيارة الوفد الخليجي عام 2013 للبصرة قبل افتتاح المدينة الرياضية، وكانت زيارة أولى أيضا وزيارة ثانية، ومن ثم اجتماع البحرين الذي قرر فيه نقل البطولة خارج العراق. بالتالي أنه قرارات الأمس كانت إيجابية، وقالوا أنه الفرق عن الزيارة الأولى والزيارة الثانية شاهدنا بعض النقاط اكتملت، لكن بصراحة أستاذ محمد ونحن اليوم أمام جمهور يجب أن نتحدث، هذا النشاط بحاجة إلى جرعات زيادة السرعة، بحاجة إلى يعني أنه تسابق الزمن، الجهات الهندسية داخل ملعب الميناء، داخل المدينة الرياضية، حتى داخل مدينة البصرة الرياضية، اللجان التفتيشية سألت مدير المدينة الرياضية السيد لطفي عبود الجزائري، سأل الصادق الكناني مدير شباب ورياضة البصرة، لماذا حتى الآن لم تكتمل النقاط التي طلبناها داخل المدينة الرياضية؟ ولكن شنو النقاط أركان؟ شنو النقاط اللي طلبوها ولم تنفذ إلى الآن؟ يعني حتى الآن أستاذ محمد ما مطلوب داخل الملعب الثانوي من تدعيم صورة VIP، هذا أولا. الأيام الحالية خلال الأسبوع الحالي تتم تلبية أكثر من 9 نقاط من مجموع 20 نقطة، لأنه من هذه 20 نقطة حتى زيارة اليوم أمس كان الجانب العراقي وبسبب معوقات ويعني الروتين الحكومي والاستثمار لم توفر سوى 5 نقاط من 5 نقاط عفوا من مجموع 20 نقطة. لكن خلال هذه الأيام مثلا مقصورة الفي آي بي في الملعب الثانوي، الإنارة في الملعب الرئيسي بحاجة إلى زيادة الفولتية من 2100 إلى 3000، على اعتبار أنه النقل سيكون عبر مجموعة قنوات عالمية لبطولة الخليج وبدقة 4K. أيضا الإنارة الخاصة بالملعب الثانوي وتجهيز الفنادق الثمانية الموجودة داخل مدينة البصرة الرياضية، هذا ما داخل المدينة الرياضية. وإذا يسعفك الوقت وتسمح لي أنتقل ما خارج الرياضية، نعم، الفنادق الأخرى أيضا مجموعة فنادق عالمية بعلامات تجارية أنا لست بصدد الترويج لها، لكن غير موجودة لا في العاصمة بغداد ولا حتى في إقليم كردستان، ستفتتح يعني هذه مجموعة الفنادق خلال شهر تقريبا. فبالتالي النقاط التي تطرح الإعلام المضاد يتناولها بطريقة سلبية، لكن هي يعني مجرد مطالب أنه يتابعها الوفد، وزيارة الوفد هذه الشخصيات هي دليل على أنهم مصرين على إقامة البطولة في محافظة البصرة. أركان يعني أنا بس حتى أتضامن مع ما تفضلت به حضرتك، مجرد زيارة الوفد الخليجي بهذا الكم الهائل دحض كل ما من يريد الإساءة للبصرة. نعم أكو بعض الإعلام مضاد لا يريد الخير للعراق، لا يريد الخير للبصرة، ولكن إحنا أيضا نعول على الموقف الخليجي من الأشقاء. وأتمنى أن تبقى معي زميلي العزيز أركان، سأذهب لأستطلع رأي واحد من الزملاء الصحفيين الرياضيين في المملكة العربية السعودية، الأخ العزيز سلطان المهوس المختص في الشؤون الآسيوية الرياضية الذي ينضم معي من مدينة الرياض العزيزة الغالية في قلب المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر اتصال هاتفي. مرحبا بك أخي العزيز أستاذ سلطان في الشوط الثالث عبر الشرقية.
يا هلا والله دكتور، رحب فيك ورحب في قناتك، رحب في ضيوفك اللي معاك. الله يحفظك. شعب العراق الشقيق، وأنا سعيد جدا أن أكون اليوم معاك. احنا سعداء اكثر استاذ سلطان، ساعه المباركه نسمع صوتك، واهلا ومرحبا بك ضيفا كريما. استاذ سلطان، الموقف السعودي واضح، الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه داعمين للرياضه العراقيه، داعمين لشعب العراق، داعمين للعراق، لكننا في هذا المفصل بالذات نريد ان نتعرف عن رأي المملكة العربية السعودية في احتضان خليجي 25 في البصرة، وأيضا وجهة نظر الأشقاء في المملكة لزيارة وفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم اللي انتهت هذا اليوم للبصرة. نعم استاذ سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية حان اتحدث فيها كصحفي سعودي، تظل العراق صورة مضيئة لدينا، ويتظل مصالح العراق ومصالح الشعب العراقي وسعادة العراقيين هي أمل وطموح ومطلب كبير جدا لنا. أنت شاهدت والجميع شاهد عندما تم طرح اسم في اجتماع الدوحة، عندما تم طرح اسم العراق كيف لاستضافة دورة الخليج القادمة، كيف كان الإجماع وكيف كان أيضا يبدو أن فقدنا الاتصال بالأخ سلطان. يا ريت نعاود الاتصال مرة أخرى بالأخ العزيز سلطان، نأسف لهذا الخلل. أعود إلى أركان، يعني أعود لك مرة أخرى. بالتأكيد الأشقاء في دول الخليج العربي كلهم داعمين لإقامة خليجي 25 في البصرة. يمكن تحدث الأخ سلطان وحضرتك سمعت ما تحدث به، فأيضا يسعدنا أن أستمع إلى وجهة نظرك وما رأيت من الوفد الخليجي من ترحاب حتى لو لم يبان، لكن هو موجود في القلوب وفي الصدور. يعني هي منذ مباراة المنتخب العراقي مع منتخب المملكة الأردنية الهاشمية في ملعب البصرة الدولي وما تبعه من مبادرات منتخبات الخليج العربي وتواجدها في البصرة، هي علامة فارقة وتضامن علني لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، ورفع الحظر بمساعدة بالتالي أنه حتى يوم أمس الوفد الخليجي كان موقفه كموقف المنتخبات التي زارت البصرة والتي أصرت على أن تكون البصرة هي بوابة رفع الحظر عن الملاعب العراقية. فليس بجديد على الجوانب على الجانب الخليجي عفوا بأن يكون مساند لملف خليجي 25 بصراوي. الموقف واضح وخصوصا من الإعلام السعودي. كان الآن الزميل سلطان عاد مرة أخرى للانضمام معنا في هذا الاتصال الهاتفي، نأسف لهذا الخلل. أستاذ سلطان الكلام لك، تفضل استمر فيما طرحته في البداية. أنا أقول أنه مشاعر السعوديين هي كمشاعر كل العرب، كمشاعر كل الخليجيين عندما تم الإعلان عن العراق كمستضيف لدورة الخليج. احتفاء كبير جدا، احتفاء إعلامي، احتفاء وطني، احتفاء مجتمعي كبير جدا. إحنا نبغى ونتمنى ونتطلع إلى أنه العراق يعود كحياة رياضية. إحنا كمتخصصين في الرياضة يسعدنا كثير أن ملاعب العراق تعود وأن أنشطة العراق تعود وأن الحظر ينتهي إلى الأبد. العراق لا يستحق كل هذه الغيبة. العراق بلد كبير جدا جدا من حيث التاريخ الرياضي، بلد أنجب الكثير من الإنجازات وأنجب الكثير من اللاعبين في مختلف الألعاب وليست كرة القدم. اليوم هو يوم الاحتفاء بالعراق، يوم دعم العراق. هذا ليس كلام مجاملة بل هو أقدر أسميه واجب حقيقة عربي خليجي علينا دعم العراق. أنا كنت من المحظوظين في زيارة ملعب البصرة عندما تم لعب مباراة بين المنتخبين العراقي والسعودي لدعم العراق. وشاهدت بأم عيني التنظيم العراقي، الجودة العراقية الفائقة، الملاعب العراقية، الاحتفال العراقي، الفنادق العراقية، كلها حقيقة تشرف، شيء مشرف حقيقة. أنا أرى أنه المناخ العام العربي والخليجي هو كله متوحد أمام العراق، وهي فرصة تاريخية لنقول أن العراق ثابت وقوي وعاد، وعادت معه الكرة
إلى عهدها الذهبي. أستاذ سلطان، لا أخفيك سرا، نعرف مكانة المملكة العربية السعودية على المستوى الرياضي وعلى مستوى دورات الخليج العربي. العراق بحاجة لموقفكم الداعم في إجراء وتنظيم بطولة خليجي 25، يعني هذا الموضوع الكل يعرفه، لما تتمتع به المملكة من سطوة وقدرة، وأيضا مكانة التأثير على القرار في إقامة هكذا بطولة. الآن بعد زيارة هذا الوفد الخليجي والانطباعات الإيجابية، يعني الكل ما أخفيك سر ننتظر دوركم اللي هو ما هو بغريب، دائما ما دعمتوا وشرفتونا بزيارة مدينة البصرة، وشفتوا مدى الحب اللي تلقته البعثة السعودية من الجماهير التواقة لإيجاد وتواجد الأشقاء في دول الخليج على ملعب البصرة وملاعب العراق. دوركم الآن ننتظر أستاذ سلطان، ما أخفيك سر. نعم دكتور محمد، أنت تعرف أنه الموقف الرسمي هو من اختصاص الناس المسؤولين. نعم. لكن إحنا كإعلام مرآة لهذه المشاعر، مرآة لنقل الانطباعات، مرآة لنقل كل ما يدور حقيقة في هذا الملف الذي أشرت إليه. المملكة العربية السعودية كما أشرت أنه حاضرة جدا في موضوع مصلحة العراقيين الرياضية، وأنا كسعودي وكمتابع أقول أن المملكة العربية السعودية ستكون من أسعد الناس عندما يكون القرار. يعني أيضا للأسف الشديد للمرة الثانية ينقطع الاتصال بالأخ العزيز سلطان المهوس اللي أنا أتقدم له بشكر الجزيل، والحقيقة سعداء بتواجد الزميل الصحفي المعروف سلطان المهوس اللي كان حاضرا مع البعثة الخليجية اللي زارت مدينة البصرة قبل الجائحة، وشاهد بأم عينيه الترحاب الكبير من قبل جماهير البصرة وجماهير العراق لوجود الأشقاء في دول الخليج. ترى احنا من العام 79 نظمنا البطولة الخامسة في بغداد وتم تحقيق أرقام قياسية في هذه البطولة، لكننا الآن نريد مثل ما تفضل الأخ سلطان وأنه العراق إلى مكانته ويجب أن يعود إلى مكانته، لكن بدعم أكيد المملكة العربية السعودية وبقية الأشقاء في دول الخليج. شكرا للأخ العزيز سلطان المهوس، وأكيد لقاءاتنا مستمرة في قادم الأيام. أعود إلى أخي أركان تقي المتواجد معي عبر سكايب، إذا سمعت ما تفضل به سلطان ولديك تعليق فأترك التعليق لك أركان. نعم أستاذ محمد، كنت أطلب منك أنه تسمح لي بدقيقة أنه نعود لعام 2018 ومباراة العراق والسعودية في ملعب نعم. البصرة الدولي نعم. يعني أعادنا الأستاذ سلطان إلى أيام جميلة جدا غاية في الجمال. قبل 47 يوم أطلقت حملة الترحيب بالمنتخب السعودي نعم. تحت هاشتاغ دامت الأخضر، وكان تفاعل الإعلام السعودي من الأخ سلطان ووليد الفراج وكل الإعلام السعودي حافظ المجلس نوجه له التحية أيضا بالتأكيد جاءت لي، ودوركم أيضا ودورك بنشر هذه الحملة أستاذ محمد، وهذا هو يعني ديدا عمل الإعلام الإيجابي وليس الإعلام الهدام بإقامة هذه المباراة، وبالتالي بعدها كان قرار رفع الحظر كليا عن ملاعب البصرة واحتضان البصرة لمباريات تصفيات المنتخب. نعم. تفاعل الجمهور السعودي، تضامن جميع الجماهير الخليجية مع ملعب البصرة الدولي جذع النخلة، هذه التحفة الرياضية، فاكهة الرياضة بل فاكهة الكرة العراقية. لا كلمات بعد ما يعني بعد كلمات الزميل السلطان، سوى أنه نقول علينا أن ننظر إلى الأمور بإيجابية، وعلينا أن لا نستهدف الأشخاص الذين نريد الإيقاع بهم من خلال ملفات تخص الوطن. طيب. ملفات تخص سمعة الوطن وهي بطولة الخليج 25 بكرة القدم. نعم. نعم. أركان عندي سؤال مهم جدا، هذا السؤال هو القاسم المشترك الأعظم لفوز البصرة إن شاء الله باحتضان خليجي 25. الهواجس الأمنية اللي البعض متخوف منها، وللأسف الشديد البعض من المحسوبين على الإعلام المغرض يهول هذه القضية ويزرع المخاوف والقلق لدى الأشقاء، رغم أن البصرة ولله الحمد بجهود أبنائها وأهلها وقواتنا المسلحة البطلة تنعم بالأمن والأمان، وهذا ما
لمس يمكن الوفد الكويتي الشقيق، الأشقاء السعوديين، الأردنيين، السوريين، كل دول الخليج اللي زارت البصرة شافت بأم عينيها كيف هي الحياة البصرية. هذا الموضوع أود أن أتحدث، الوفد الخليجي اطمئن إلى أنه إحنا الملف الأمني تمام التمام، أم هناك ما تزال بعض المخاوف؟ بالتأكيد يعني ثق أنه أنا كنت يعني واضع هذه النقطة كإضافة إذا ما كان ضمن الأسئلة، لكن بالتأكيد أنه هذا الموضوع أستاذ محمد يوم أمس كان يعني محافظ البصرة السيد أسعد العيداني هو من يقود المركبة، ومعاه في نفس المركبة الخاصة وليست المركبة الحكومية السيد حميد الشيباني والدكتور جاسم الرميحي. بالتالي هم مطمئنين، وهذا حصل أيضا مع الوفد الكويتي ومع الوفود التي زارت البصرة سواء حتى من الفيفا شخصيات أردنية وألمانية. لكن النقطة المهمة أستاذ محمد التي يجب أن نشير لها وأنت ذكرت، وهي الإعلام الذي ينقل كل شاردة وواردة في فروع بعيدة عن محافظة البصرة. لدي سجل بالجرائم القتل والسطو المسلحة التي حدثت في مدن معينة من البرازيل خلال احتضان البرازيل بأولمبياد ريو دي جانيرو. لكن لا يجب على الإعلام البرازيلي والإعلام العالمي لم ينقل هذه الأحداث. ترى حتى جنوب أفريقيا أركان، نحن تواجدنا في كأس العالم للقارات، تواجدنا في كأس العالم، أكو عمليات سطو، وهي الحكومة، حكومة جنوب أفريقيا تقول يابا ورا التسعة لا تطلعون، لكن ما شاهدناها بالإعلام وترويج ونظموا. نعم 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 أركان، نعم. بالتالي أنه المحافظة ومركز المدينة بجهود كما ذكرت القوات الأمنية تنعم بالأمان، وسجلت اللجان بصراحة يوم أمس اللجان الخليجية سجلت ملاحظات، وضع أمني مستتب، عدم وجود نقاط أمنية تلاحق أو ما شابه، لأنه الوضع الأمني مستتب، ومساء البصرة يعني لا. أجمل ما يكون، والنقاط الترفيهية والسياحية على أفضل ما يكون. بقي فقط أنه النقطة الأولى الأساسية هي المواثيق الدولية بخصوص هل العراق سيخوض مبارياته على أرضه المتبقية في التصفيات، هذا أولا. والجانب الثاني فقط هو ربما تقام البطولة بدون وجود ملعب الميناء. وأنا سألت اللجنة الخليجية وسألت السيد محافظ البصرة بشكل بعيد عن العاطفة، هل ملعب الميناء سيكون جاهز؟ قالوا يعني نتعهد بأن يكون ملعب الميناء جاهز قبل البطولة حتى لو بأيام قليلة. نعم. وإن لم يكن جاهز فكما ذكرت لك المدينة الرياضية وملعب النادي البحري. نعم. ضمن الزوايا الرياضية التي تحتضن خليجي 25. نعم. أركان أيضا أرجو أن تبقى معي لأننا سنذهب الآن إلى التصريح اللي أدلى به السيد جاسم الرميحي أمين عام الاتحاد الخليجي لكرة القدم، واللي كان متواجد واحد من الشخصيات المهمة في دول الخليج، وأيضا الأخ أسعد العيداني محافظ البصرة اللي تحدث عن الجانب أو الجوانب المتعلقة بمدينة البصرة. نتابع هذا المؤتمر الذي عقد فور ختام زيارة الوفد الخليجي إلى البصرة، نتابع. احنا كلجنة التبتيت جينا هنا لنشيك على الملاعب، الان نحتاج الى وقت بسيط عشان تكتمل الملاعب كلها. ان شاء الله باذن الله تعالى الامور ان شاء الله راح تكون طيبه، وان شاء الله في الفتره القادمه والخليجي راح ان شاء الله يكون في مدينه البصره باذن الله تعالى ان شاء الله. ما في شك كل فتره تيجي في فرق، لكن احنا نطمح كنا حق اكثر، وان شاء الله راح الاخوان المسؤولين في هذا الشان راح يتمون في هذا الشان ان شاء الله باذن الله تعالى. الامور ذاهبه بالاتجاه الصحيح، يعني الاخوان في اللجنه كما شاهدت انه ذاهبين انه قيموا بعض، عندهم بعض الملاحظات، والتحدي الاكبر حتى نكون صادقين مع انفسنا وصادقين مع الجمهور، التحدي الاكبر هو اكمال ملعب الميناء، وان شاء الله انه هذا الملعب يكتمل قبل يعني موعد المقرر للبطوله. والآن الأعمال جارية أيضا بالملعب الثانوي، ملعب الفيحاء نقدر نسميه بالمدينة الرياضية، لكي يكون هو الملعب الثاني للبطولة. تعرفون أن البطولة مجموعتين، وممكن أكون ملعب رئيسي لكنه وملعب ثاني. إذن شكرا للمتحدثين، ويعني غادر الوفد الخليجي الآن، كنا أمل إن شاء الله
انه الملاحظات اللي تركوها هي ملاحظات قليله جدا، مثل ما تفضل السيد محافظ البصره اسعد العيداني اللي كان له دور فعلا ايجابي بمرافقته للوفد منذ وصوله الى البصره وحتى مغادرته. بالمناسبه هذا المؤتمر كان قبل مغادره الوفد بوقت قليل جدا، لانه هذا المؤتمر الذي عقد في البصره واللي تحدث به الاخ جاسم الرميحي كان مبعث امل للجميع. اعود الى زميلي اركان. اركان، ما هي المخاوف الحقيقيه؟ خلينا نتحدث بصراحه، لأن إحنا الإعلام يجب أن نجسد مكامن الخلل إن وجدت. المخاوف الحقيقية اللي تقف عائقاً أمام ملف البصرة، يعني وهل بالإمكان التغلب عليها خلال الفترة المقبلة؟ نعم، كانت رسالة عاجلة من محافظ البصرة إلى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي. أول المعوقات هي المخاطبات الرسمية. نعم. يعني إدارة المدينة الرياضية كانت ترغب بالحصول على الأموال اللازمة لإجراء كل الأعمال الخاصة بإنارة الملعب الرئيسي، الملعب الثانوي، تأثيث الفنادق، يعني تقريبا لستين يوم المخاطبات مستمرة، وكتابنا وكتابكم. هذا الموضوع تم إنهاءه باتصال مباشر من قبل محافظ البصرة مع رئيس الوزراء. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو أتمنى أنه وتيرة العمل تستمر بهذا الشكل الذي شاهدناه، رفقة اللجان الخليجية في ملعب نادي الميناء الرياضي. إضافة إلى ذلك، يعني عدا هاتين النقطتين، النقطة الثالثة والأخيرة هي بصراحة المخاوف حول قرارات الفيفا بخصوص إجراء المباريات في العراق من عدمها. حتى الآن العراق يخوض مباريات التصفيات خارج. عدا هذا كل النقاط المطلوبة، أكثر من 72 نقطة حتى الآن تم توفيرها، متعلقة أستاذ محمد بالفنادق، بالطرق، ببوابات المدينة الرياضية، بسكن الضيوف، بالجانب السياحي، بالجانب الأمني، بالجانب الخدمي. كل النقاط تم توفيرها إلا النقاط والمخاوف الثلاثة التي ذكرتها لحضرتك. وإن شاء الله الجانب العراقي بعد هذه الزيارة وبعد هذا الجرس الأخير يعني تم تجاوزها إن شاء الله. نعم. أركان، من خلال مرافقتك للوفد الخليجي وتواجدك مع مسؤولي ملف خليجي 25، كنا نعرف أنه الملف ليس رياضيا بقدر ما هو ملف يعني حتى الحكومة العراقية. هل وجدت هناك تجاوبا من قبل الوزارات المعنية؟ لأن هذا الملف يشمل وزارة الصحة والكهرباء والدفاع والداخلية والشباب ووزارات أخرى، هل لمست هناك تعاون إيجابي من هذه الوزارات لتدعيم ملف خليجي 25؟ نعم أستاذ محمد، بالتأكيد أنه هو فريق الدعم الإعلامي المشكل من قبل وبقرار ديوان محافظة البصرة، متألف من الشركة العامة للموانئ العراقية، دائرة صحة البصرة، دوائر الكهرباء وجميع الدوائر الخدمية والأمنية الأخرى الساندة، وبيعني إشراف مباشر من قبل الحكومة المركزية. التعاون لم يكن مخير، فالجميع مجبر على التعاون من أجل إنجاح هذا الملف. هذا بجانب الأجواء السياسية المحلية. على الصعيد الدولي، أنا يوم أمس كتبت أستاذ محمد بخصوص أنه يعني استقرارية الأجواء الرياضية والاقتصادية والسياسية بين الجانب العراقي والجانب الخليجي هي ساهمت أيضا بالإصرار على أن تكون بطولة الخليج 25 في البصرة. قبل سنوات لم يكن هذا القدر من الزيارات بين العراق ودولة الكويت الشقيقة، أو الانفتاح الاقتصادي والسياسي بين العراق والمملكة العربية السعودية منذ عام 2017 وحتى الآن. كل هذه هي عوامل إن شاء الله المسؤولين العراقيين على المستوى التنفيذي والتشريعي يستغلونها لترطيب الأجواء أكثر فأكثر. طيب. وإقامة البطولة، تعرف جيدا عفوا أستاذ محمد أنه هذه البطولة إن تقام يعني بعد عقود لا تقام البطولة في العراق، فاستغلالها رياضيا واقتصاديا لجوانب التسويق والجانب الاقتصادي مهم جدا خصوصا لمحافظة البصرة. نعم. أخيرا أركان، متى سيعود أو تعود لجنة التفتيش الخليجية على الملاعب العراقية في البصرة وتقول كلمة الفصل؟ هل حددت موعد نهائي؟ الموعد النهائي لا يتضمن زيارة، هو الموعد النهائي يتضمن القرار الرسمي الذي سيصدر بداية الشهر المقبل باجتماع أمناء السر، استنادا إلى الملاحظات التي استلموها من لجان التفتيش التي غادرت البصرة قبل ساعات من الآن. وعلى ضوء هذه التقارير التي رفعت وعلى ضوء الجداول الزمنية التي يعني تقريبا أنه طلب وبشدة من قبل السيد عدنان درجع في ملعب الميناء الجانب لجان التفتيش بأن تنفذ النقاط بحذافيرها وتكون المراقبة عن بعد أو ما شابه، لكن القرار الرسمي القرار النهائي سيصدر بداية الشهر المقبل وإن شاء الله يكون بجانب إن شاء الله. الزميل العزيز أركان تقي، شكرا لتواجد حضرتك معنا، أتمنى لك الموفقية والنجاح، وإن شاء الله تتكحل عيوننا
بتنظيم البصرة لخليجي 25. شكرا لك. إذن سادتي الأحبة، كل الخير والموفقية للبصرة، وكل الخير والموفقية لأهل البصرة وأهل العراق. البصرة تستاهل كل الخير، هذه المدينة المعطاء، هذه المدينة ثغر العراق الباسم، البصرة الفيحاء تستحق أن تحتضن أبنائنا وأشقائنا من دول الخليج العربي في تظاهرة رياضية هي تظاهرة بطولة كأس الخليج العربي، اللي من حقنا نحن كعراقيين أنه نشوف أهلنا في دول الخليج يلعبون على ملاعبنا، لأنه احنا انحرمنا من هذا الموضوع بسبب الظروف اللي مر بها العراق. عموما نشكر كل الجهود الخير اللي ساهمت وستساهم في الحصول على الموافقة النهائية لاحتضان خليجي 25 في البصرة. سادتي الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر فيها الزميل العزيز سلطان المهوس من المملكة العربية السعودية واللي كان معنا في اتصال هاتفي، كما أشكر أخي العزيز الإعلامي أركان تقي، وأشكر كل من ساهم في ملف خليجي 25. أنقل لكم تحيات جميع زملائي اللي كانوا معي في استوديو البث الكنترول، ومن خلفهم مخرج البرنامج المبدع دائما قحطان الطائي، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث. إلى حلقة جديدة أقول لكم في مالها.